حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. لك يضرب الطور وساعته يا مو، انا الاول ما كان بدي روح ولا بدي اشوف هيك شوفه. والله وانا ما بدي روح يا مو، هي اللي بدها تروح. شو بدي اعمل لها؟ قولي على طولي ان شاء الله يبريني مثلي، شو تركتها لحالها؟ قولي على طولي. شو مشان الولد خانو؟ الولد لك مني؟ لك امه الولد امه. اليوم بالليل بتاخدوها بتدفنوها بالتربة. شو؟ تحت، خلينا نقبرها تحت. عاصم يعني يمكن مقبرة أحسن. ما أحسن، امشي امشي امشي. منين اجت نهر مصيبة؟ ما كنت بعرف انه حبلي. لك العمى كان كل شيء خالص. هاتلي الولد ودب فيه الطلق. هاد الولد ما له طلعه من البيت. شو؟ مثل ما سمعتي يا اختي، الله يخلينا اياك يا سيدي، الله يخلينا اياك يا سيدي. مالي غيرك داخل عليك وعلى عرضك. خير، شو قصة مرتك المختفية؟ سيدي أنا ومرتي كنا بطهور ابن الوالي، الله يخلينا إياه وما يحرمنا منه يا رب، فجأة ما عاد لقيتها. شو هالقصة هي؟ بوس إيدك يا سيدي، أنا خايف تكون مخطوفة. مخطوفة؟ إيه سيدي مخطوفة. طيب أنت سألت جيرانك قريبينك ما عرفك؟ سألت سيدي، سألت الكل. طيب طيب خلي يفتحوا لك محضر وأنا رح أتصرف. وأي شيء بتعرفه دغري بتجي لعندي بتخبرني. أمرك سيدي. أمرك. طمنا يا مو. شو شايفة يا مو؟ ما لقيتها؟ لا ما لقيتها. يبعت لي حمى عليك يا نسيمة، يبعت لي حمى. قدمت معروض للحكم دارية، قالوا يروح انت ونحن منتصرف وان شاء الله خير. أخي دورت عليها منيح؟ ما خليت قرني ما دورت فيها. بإذن الله بترجع يا مو، بترجع. يا رب تحميها لنسيمة يا رب.